ننتقل بعد هذا إلى رسالة لأحد الإخوة المستمعين في المملكة العربية السعودية. يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 20 عاما، لست متزوج، لقد توظفت في واحدة من مدن المملكة، لقد أخذت إجازة من عملي وسافرت إلى أهلي بسيارتي، كان يرافقني 4 أشخاص من زملائي وأنا أقود السيارة، وكان ذلك في 25 من رمضان. كنت أمشي بسرعة حوالي 100 كيلومتر، وقد صار في سيارتي خلل فني تسبب ذلك في حادث، وقد توفي الزملاء الأربعة جميعا، والآن أنا في عملي بعيد عن أهلي، لا أستطيع الصيام، ووالدتي تريد أن تصوم عني 2 شهر، هل يجوز لها القيام بذلك الصيام، وهل هناك كفارة غير الصيام؟ إذا كان تقرر عليك من قبل المحكمة أنك متحمل لدماء هؤلاء الذين ذهبوا في الحادث ولو بنسبة يسيرة من الحادث، لو كان عليك 20% أو 5% من الحادث، فإن عليك الكفارة عن كل نفس ماتت في هذا الحادث. والكفارة كما ذكر الله سبحانه وتعالى: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 شهر متتابعين. وتذكر أنك لا تستطيع الصيام نظرا لظروفك، وأن والدتك تريد أن تصوم عنك بعض الكفارات، هذا لا يجزي، بل تبقى الكفارة دينا في ذمتك حتى تستطيع الصيام فتصوم بإذن الله المستقبل. وأيضا ليس بلازم أن تواصل الكفارات بعضها مع بعض، بل تصوم مثلا كفارة صيام 2 ثم تستريح فترة، ثم تصوم الكفارة الثانية 2 متتابعين، ثم تستريح ثم تصوم الكفارة الثالثة، وهكذا. ليس بلازم أن تواصل الكفارات بعضها مع بعض في الصيام، لأن هذا يشق عليك، ولكن تصوم منها ما تيسر لك، ثم إذا أكملتها فإنك تستريح بعض الوقت ثم تشرع في الثانية حتى تكملها، وهكذا إلى أن يعينك الله سبحانه وتعالى على إبراء ذمتك.